السلام عليكم، بخير، بونجورني. كالعادة متواجدين في المقهى منذ الصباح الباكر كما عاهدناكم. تحملنا هذه المسؤولية، خاصنا نمشوا إلى النهاية. لا يهم التعب، الإكراهات، الصراعات اللي خديناها إلى آخره. ما يهم هو الحلاوة ديال الحلاوة. يا حلاوة من تتحقق المبتغى وتوصل لوبجيكتيف. رغم أن بالأمس فعلا كان لما بي واحد كان ألم شديد دينير بيني إلى آخره، من قاطع عليا 9 ديال الليل بفضل يعني الدعوات ديال الشيوخ. إذا خلال هاد من بعد واحد شوية غادي ندير معكم واحد المباشر، والأمور تتمشي في واحد المنحة إيجابي. أتمنى الخير للجميع. لا بد دائما نقول لكم اللي تحس بأن عنده شيء مظلومية، بأنه مظلوم، بأنه الدولة الحق دياله، فخاص يخرج يعبر عليه، خصوصا قبل 23 غشت الموعد النهائي اللي غتعقد فيه اللجنة العليا برئاسة بن موسى وحضور الكتاب العام للنقابات أو المركزيات النقابية الأكثر تمليلا 4 الموقع اتفاق 14 يناير. وآنذاك سيتم صياغة النصوص التنفيذية من أجل الأجراء واللي متفقين عليه ومؤكد في الباب 15 المادة 121 أنه سيتم التفعيل ابتداء من فاتح شتنبر 2023. وهذا يعني الانتظار إلى آخره والتمديد على تأجيل من أجل تنزيل ديال النظام الأساسي هو في صالح الشغيلة، بالعكس من أجل استدراك ما يمكن استدراكه وتجويد ما يمكن تجويده. ومن تنقول التجويد ديما تنهضروا على الكلفة المالية دي ممكن إضافتها من أجل تسوية بعض الملفات اللي باقي فيها خلاف. إذا نشوفكم في واحد المباشر، ودمتم بأمان الله، ونشوفكم في مباشر قادم عما قريب. يعني الآن خلال دقائق مثلا نص ساعة إلى آخره نقدر ندوز معكم في معكم مباشر قبل ما نمشيو نتغداو، لأن عندنا واحد الأمور خاصنا نوضحوها بالنسبة خصوصا لإحداث إطار ديال الأستاذ الباحث والمقتضيات الإنتقالية ودوره 120.